السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا وجب الخير، صباح الورد، صباح الياسمين، صباح الأجواء الصلالية الجميلة. ما شاء الله، هذه صحيت من الصبح، شباب ما شاء الله قاعدين هناك، وعثمان قاعد، وأحمد هناك يسوي الكرك. سكرنا الخيمة عن الحشرات، ضروري جدا نسكرها، بس تخلي ثانيتين تطلع سكر الخيمة. هذا ابو احمد ما شاء الله. صباح الخير ابو احمد. يا مرحبا حبيبي. ما شاء الله ما شاء الله، شو تسوي؟ والله حطينا التعب. شو تخترع؟ شو تقول؟ شو تسوي؟ والله جزاك الله خير، اتبعنا تعليماتك حاليا. جزاك الله خير. ما قصرت. رحم الله والدينك ابو احمد. حطينا 5 شكر. جزاك الله خير ابو احمد، ما قصرت. هالكرك الزين هذا، رو 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 متابعيني ومتابعاتي، ما شاء الله هالكرك الزين، ما شاء الله حليب ريمبو. نعم. اي زين ما شاء الله. وهاي اجواءنا، هاي اجواءنا الصباحيه، والشباب ما شاء الله قاعدين. صباح الخير. والنور على ابو عبود. ابو سالم صباح النور. صباح الخير ابو محمد. مرحبا. الله يحييك. وهاي جلستنا ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا الطربال عن الرذاذ، عن المطر، شوفوا شلون هذا المطر والرذاذ بالطريقه هاي، ما شاء الله. طبعا اللي صلاله بيخيم لازم الطربال هذا، بدون هذا لا يتعب نفسه، علشان القعدة تصير جميلة كذي. وامس رحنا خذنا لنا هالتمر، تمر الخلاص ما شاء الله، ويا طحينة ما شاء الله. بروح اخذ من هالطحينة 5-6 كواطي بعد، عجبني وايد ما شاء الله. واقتصاد للماي المناديل هذه الرطبة. جزاكم الله خير. وهاي جلستنا ما شاء الله، صلي صلاة الصبح. وهاي خيمة أبو محمد، وهاي خيمة أبو أحمد ما شاء الله ترتيب. وهذه خيمتي المتواضعة البسيطة ما شاء الله. سيارة مفتوحة بعد. صباح الخير أبو راشد. صباح الخير أبو راشد، صباحك خير. جيد جيد، يعطيك العافية. صباحك فلة. اي مرة ها، هاي هاي بتطلع في القناة عاد، كيفك ابو راشد تطلع ما علي ها. هاي الدرام الماي، هي التنكر يعبي تقريبا صناعة صينية ممتاز، 750 لتر يزي ما شاء الله. والاجواء هذه كرفان ابو محمد هذا ما شاء الله، ما شاء الله كلمة موجودة ما شاء الله. هاي الأجواء يوم الصبح تستنشق هالأكسجين ما شاء الله، تستنشق تستنشق. طبعا أول أمس سوينا مجهود كبير اللي هو ساعة ونص ماشي وسط الحصى والوديان. وهاي سيارة أخوكم أبو عبد الله، الحركات اللي يسويها دائما هاي، معلق فوطه، ما تقدر تعلق فوط برا ما تنشف، معلق الفوط بالطريقه هذه، ورف الثاني بالطريقه هذه. وهاي عده المتواضعه. ويعطيكم العافيه. الله اليوم ريوقنا بيض، والمشروم الزين، وهالبصل الزين، وهذا الفنان ما شاء الله عليه. عينك تكسيرة البيضة الحلوة. الله شوف 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 شوف، عينكم 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 ما شاء الله ما شاء الله. ها هنمون يكسرون البيض. يعطيك العافية أبو سالم. يعافيك أبو عبد الله. شو ريوقنا اليوم يا أبو عبد الله؟ اليوم ريوقكم كل خير إن شاء الله، كل خير. أهم شيء هالبهارات تلعب دور بالطريقة هذه، الرشة هذه والملح فوقه بس، والأمور طيبة إن شاء الله.
هذا البيض فوقه ما شاء الله. واليوم ريوقنا هالبيض محمر وهالمشروم، وبالعافية عليكم شباب. ها شباب وين رايحين اليوم؟ دربات طال عمرك. على وادي دربات ان شاء الله. يا سلام يا سلام يا سلام، هالدربات هالشلال الممتاز ها؟ الله فيه الناس. اللي يمدحونه شلال دربات، ما يتعمان وما يتصلالة وظفار هني كأنك ما جاي. هذا أهم شيء، وادي دربات رقم واحد. تحياتي. هذه منطقة صحلنوت، الفلل الجميلة هذه البناية ما شاء الله. شوف الفلل الشكل المعماري الجميل، تغير من آخر أول مرة جيناها قبل 25 سنة صلالة. بعد ما عندي ملاحظة هذا تنصح فيها الإيجار، إن حد يأجر المنطقة هذه. أيوة. فيها جميع الخدمات. إيه ما شاء الله. نعم. جميلة وقريبة على وادي دربات بعد هني. ما شاء الله. سيوح جميلة. طبعا شهر 7 و8 محمد. شهر 7 و8. 9 إن شاء الله. 9 بعد الجو حلو، لكن تتغير الحرارة من 23 إلى 40 توصل. إيه الحشيش هذا يتغير لونه يصير أصفر. ها أبو سالم؟ أنا بعد 21 في سنوات شهر 5 و6 يبدأ الخريف. شهر 5 ولا 6؟ 5 مرات يبدأ ما شاء الله. إيه. الأجواء تطول لين شهر 9 تقريبا. ما شاء الله. ماعز ماعز مسالم هذا. اي ما شاء الله شو الاجواء. هناك شلال ما شاء الله يبين الشلال. اليوم نوصل له ان شاء الله شلال. هذا وادي شلال دربات، طريق شلال دربات، بس في نصايح وارشادات لازم تتبعونها اخواني وخواتي. ايه فهاي الطريق الناس ما شاء الله ما قادر اصور الناس. ابو سالم يعطيك العافيه. ايه ماشي زحمه. هاي الطريق سهل، حتى النساء والرجال الاطفال الشيوخ الشياب. ها ابو سالم كلهم موجودين في هالطريق ما شاء الله. شلال دربات غير المكان اللي هناك وادي دربات. وادي دربات أقل حاجة توصل له بعد نص ساعة ثانية وسط الزحمة، دائما تكون زحمة. فإذا أنت جيت من الصبح قبل الساعة 9 تتلاشى الزحمة. فيعطيكم العافية، وهذا طريقنا إن شاء الله.
ابو محمد وين رايحين انت؟ الحين صار لنا اسبوعين كله هايكينج. يلا كله هايكينج هني ما شاء الله. ها كله هايكينج ما شاء الله. شوف شوف الاجواء ابو محمد. جدم جدم ابو محمد شايل وياك شيء. ابو محمد شنو هذا الشيء اللي شايل لنا وياك؟ حصير ها حق القعده حق الاطلاله الجميله ما شاء الله. احلى واجواء اجواء جميله متعه هايكينج على منظر الشلال. قريب الوصول الى منظر الشلال ان شاء الله. ما شاء الله هذا طريقنا. وشفنا حاجه جميله. شوفوا المسير تقريبا ربع ساعه مشينا عشان نوصل للمنظر هذا. شلال دربات شلال مشهور في الشرق الاوسط ما شاء الله. شوفوا الشلال شوفوا جماليته شوفوا جماليته ما شاء الله ما شاء الله. وهذا الشلال وصلنا الشلال ما شاء الله. يلا الشباب ما شاء الله عليهم يدلوني وين التصوير. تمام وين التصوير للزقرد وين التصوير اللي هو يعني روعة. يعطيك العافية أبو محمد. لاحظوا عبد الله تتعب علشان توصل للجمهور هذا المقطع الفيديو. ما اسمع. تتعب أنت صراحة جزاك الله خير علشان توصل للجمهور والمتابعين المكان الجميل للتصوير. جزاك الله خير. صراحة أفضل مكان للتصوير. ما شاء الله. حياكم الله. الله يسلمك. ما شاء الله هذا الشلال هذا الشلال الجميل ما شاء الله. شلال ويكمل الوادي. عينك عينك يا ابو محمد على هالمكان الجميل هذا والشاي الحلو المغربي. يا ما شاء الله ما شاء الله. شوف 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 عينك عينك يا عينك 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 يا الله. شوف شوف يا الله يا ابو الله. اطبخ يا شاجي في هالمكان الجميل. يا سلام يا سلام. هالشاي هالغوري ما شاء الله. بالعافية يا أبو عبد الله. الله يعافيك. تفضل ابو احمد. تفضل ابو احمد. بالعافيه بالعافيه ابو احمد. مرحبا ابو حبيبي. ما شاء الله بعد ما شربنا الشاي وهذاك المنظر شلال. ها ابو احمد شو الشاي؟ فانتاستيك يا سلام يا سلام يا سلام. المندوب يعطيك العافيه ابو محمد. شيء من الاخر يا ابو عبود. اكيد نعم يعطيك العافيه. يلا ما شاء الله ما شاء الله عليكم. تستاهلون بالعافيه عليكم هالمكان الجميل 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 ما شاء الله. محمد وين جايبنا انت؟ عبد الله مكان خطير خطير في صلاله. اذا ما جيت صلاله وجيت هالمكان انت ما جيت صلاله. شنو هذا؟ يا سلام يا سلام يا ويلي يا ويلي يا ويلي. اثبت الصوره ما حركت. خلها والله خلها اي خلها. وها شوفي هذا الجبل هذا العيش. اوه هذا شنو هالفوق؟ هاي حبونا صراحه. شو اسمه هذا العيش؟ شو اسم العيش هذا؟ هذا قبلي 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 عماني.
ويا المشاكي وهاي كبسه لحم وهذاك شنو يسوي هذا يحط مشكاك لحم لحم بقر غنم محلي غنم بقر شنو لحم جمل لحم جمل حط 200 سيخ نبغي 200 ايوه كمل مشكاك الواحد 200 يعني درهمين ما شاء الله يلا حمر 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 هناك يا شاد وين المكان هذا بعد شو بعد وادي دربات من تطلع بعد بخمسة كيلو أربعة كيلو وادي دربات هالمكان هذا كله يبين شوفوا ما شاء الله